السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم محمود قناة ماتريكس 219 على اليوتيوب. الحلقة بتاع النهاردة إن شاء الله هتكون عن برنامج لتسجيل الفيديو. احنا اتكلمنا مع بعض قبل كده في أكتر من حلقة عن إنتاج المحتوى وإزاي تعمل فيديو على اليوتيوب، وقلنا في أكتر من طريقة إنك تعمل بيها محتوى أو تنتج محتوى. في ممكن تصور بالكاميرا زي ما أنا بصور دلوقتي، ممكن تعمل شروحات على الكمبيوتر، ممكن تعمل انيميشن او شغل افكتات، كل دي طرق ممكن تستخدمها في انتاج المحتوى. الموضوع بتاع النهارده هيكون مخصص لشروحات الكمبيوتر. في اكتر من برنامج بيعمل الكلام ده، في ناس بتستخدم الكامتازيا، في ناس بتستخدم برامج انا معرفهاش. انا استخدمت برنامج الكامتازيا واستخدمت برنامج الباندي كام. برنامج الكامتازيا هو برنامج كويس جدا، بس قابلني فيه شويه مشاكل، خاصه لما يكون تسجيل الفيديو مدته طويله. اما برنامج الباندي كام فده برنامج من البرامج الممتازه جدا جدا جدا. عملت انا تدوينه في الموقع ماتريكس 219 عن برنامج الباندي كام، ونزلت رابط للبرنامج للتحميل. طيب علشان توصل للبرنامج هتفتح موقع جوجل وهتعمل بحث على ماتريكس 219 بلس باندي كام. جايز انا قلت قبل كده لو في حاجه انت عايز توصل لها بسرعه هتدخل في جوجل وتعمل ماتريكس 219 مسافه بلس مسافه اسم البرنامج او اسم المعلومه اللي انت عايز توصل لها. هتوصل للصفحه دي التدوينه اللي انا عاملها في الويب سايت باندي كام افضل برنامج تسجيل فيديو للشاشه. كان في مشكله قابلتني مع الكامتازيا عرضتها في التدوينه، وهي ان الكامتازيا لما تيجي تعمل مونتاج لفيديو مدته طويله بيهنج الجهاز، بيعمل مشاكل خاصه النسخه ال 32 بت. فانا بدات استخدم برنامج السوني فيجاس. في ناس بتستخدم السوني فيجاس في مونتاج الفيديو، وفي ناس بتستخدم الافتر او الادوب افتر افكت. انا بفضل استخدام السوني فيجاس، ولكن لسه في عقبه بالنسبه لي، هي ان انا تسجيل السكرين او الشاشه. لو انا عايز اعمل شروحات تعليمية ازاي اعمل تسجيل للشاشة او للسكرين، فاكتشفت البرنامج اللي هو باندي كام ده. برنامج متميز جدا، هنا في شرح لتفاصيل البرنامج وامكانياته، وده شكل البرنامج النسخة الاوريجينال. دي مميزات البرنامج، بيسجل معاك ام بي 4 وبيسجل اي في اي، بيسجل مستطيل الشاشة سواء ام بي 4 او اي في اي، الاولى عن طريق دايركت اكس الاوبن جي ال، والتانية عن طريق الفريمات. بيعمل التقاط للصور، يعني لو انت بتسجل وحبيت انك تلقط صورة في اي وقت بيكون سهل انك تعمل برنت للصورة. بيدعم امتدادات كتيرة جدا في تسجيل الفيديو. الفريم بير سكند ممكن تحكم فيه الاوفرلاي او الطبقات، وممكن تحكم فيه الفريم بير سكند يعني كم عدد صورة في الثانية. يعني الفيديو، اي فيديو بتتفرج عليه ما بيبقاش حاجة متحركة، لا هي بتبقى مجموعة صور، والصور دي بتتعرض ورا بعضها بشكل سريع جدا، فانت بيهيئ لك انك بتتفرج على صوره متحركه. هي فعلا متحركه، ولكن الحركه فيها نتجت عن ان في صور بينها فروقات بسيطه بتتعرض لمده ثانيه، او بتتعرض بشكل سريع جدا لمده ثانيه. فالفريم بير سكند في اكتر من فريم بير سكند، في 50 صوره في الثانيه، 50 فريم بير سكند، في 25 فريم بير سكند. دي حاجه مستفزه، موضوع الامكانيات الجهاز. وفي 60 فريم بير سكند، وفي 25، وفي 24، فانت اختار الفريم بير سكند اللي يناسبك. هنا مميزات النسخه الكامله، انك ممكن تعمل ملفات صغيره في الحجم، تسجيل فيديو اكتر من 24 ساعه، ممكن تعمل ريكورد الفيديو كمده او لمده تتجاوز ال 24 ساعه. وفي ناس ممكن بتستخدم البرنامج ده اللي هو برنامج الباندي كام في كاميرات المراقبه، لانك ممكن تعمل كاميرا اوفرلاي او ويب كام اوفرلاي، انك تاخد صوره او فيديو من الويب كام. فانت ممكن توصل الويب كام بتاع الكمبيوتر في اي مكان عايز تراقبه، وتشغل برنامج هيقدر يشتغل معاك او بيسجل معاك لمده 24 ساعه. تحميل فيديو على اليوتيوب بدون تحويل، يعني هو بيعمل لك تسجيل دايركت، ممكن تعمل ابلود على طول لليوتيوب من غير ما تحتاج انك تحول الفيديو لامتداد تاني. اقصى حجم للملف غير محدود، يعني مفيش ليميت لحجم الملف، حجم الملف معاك انليميتد. الميزه الجميله جدا بقى في البرنامج ان هو مش زي الكامتازيا، يعني الكامتازيا بيسجل بامتداد
خاص بيه، مش متذكر اسم الامتداد تحديدا. اما البرنامج ده فهو بيخزن بامتداد ام بي 4 او امتداد الفيديو اللي انت بتختاره. طبعا البرنامج ده بينزل نسخة تجريبية لمدة 30 يوم تقريبا، وبيكون فيه لوجو على البرنامج، يعني في لوجو اللي هو bandicam.com بيكون ثابت. في التدوينة دي انا عملت لكم او عرضت لكم رابط لتحميل البرنامج نسخة كاملة، ولكن ده مش معناه انك متاح ليك انك تستخدم البرنامج. انا عملت سيرش بس في السيرفرات، فلقيت في سيرفر منزل نسخة كاملة من البرنامج بالكراك بتاعها وفي الباسورد بتاع فك الضغط، ولكن يعني نخلينا حريصين انك يعني ترجع الحق لاصحابه، يعني انك استفدت من البرنامج، حسيت ان البرنامج متميز، بدأت تكسب منه، اشتري النسخة الكاملة. هتقدم لك سبورت في حاجات كتيرة جدا غير طبعا النسخة اللي موجودة ديت، بس يعني ايه ان هي تمشي الحال، انك لو عايز تسجل ومش عايز حد يعرف ان البرنامج ايه اللي انت بتسجل بيه، تسجل فيديو بشكل مميز شوية، جرب النسخة وشوف امكانياتها ايه معاك. لقيت النسخة كويسة يعني افضل انك تشتري البرنامج، هيواظب معاك في الابديتس، في دعم فني بتقدمه لك الشركة. طيب عشان ما نطولش عليكم في الفيديو، نبص على طول بقى على البرنامج وامكانياته. طبعا زي ما الشاشة واضحة قدامنا، في امكانية هنا انك تختار المساحة او حجم الشاشة او مساحة الشاشة اللي انت عايز تسجل منها، يعني ممكن يكون عندك التسجيل من نسبة 4:3 او من نسبة 16:9 او على حسب مقاس معين. في عندك 320 240 400 في 300، وفي شورت كات للمقاسات دي، كنترول 1 كنترول 2 كنترول 3 لو انت عايز تحول بشكل سريع ما بين المقاسات. انا حاليا بسجل فول سكرين، يعني بسجل شاشة كاملة. ممكن تعمل فايند الويندو انك تحدد شاشة معينة بس تسجل منها. طيب نيجي بقى للشاشة الرئيسية. دي الشاشة الرئيسية الخاصة بالإعدادات، ممكن تعمل لها مينيمايز بالشكل ده هيفضل يسجل معاك عادي، مفيش أي مشاكل، هو شغال في التسجيل. ممكن تعمل ريستور بالشكل ده وتبدأ تبص على الإعدادات، ولكن طبعا لو عملت ريستور هتظهر معاك الشاشة في صورة التسجيل، ده ما يفضلش. يفضل بس إنك بتظبط إعداداتك في البداية، وبعدين بتسيب الشاشة اللي هي الصغيرة دي هي اللي تكون واضحة قدامك. نبص على شاشة البرنامج كده على السريع. الجزء ده خاص بالالعاب، في ناس بتسجل العاب زي فيفا، نيد فور سبيد، جاتا، اللي هو الجيمرز عامه. فعن طريق الضغط على الايقونه دي او الخانه دي بيبدا يسجل معاك في الجيمز، وبتختار الاوبشنز بتاع الجيمز. بس انا حاليا للاسف مش هقدر اضغط عليها لانه هيبوظ تسجيل الفيديو. هنا بيحدد المساحه او المربع اللي انت هتسجل فيه، هو نفس الاوبشن اللي فوق ده. هنا بيفتح لك الفولدر اللي انت سجلت فيه، ده هنا انا بسجل على سطح المكتب على الديسكتوب. هنا ممكن تعمل ايقاف مؤقت، وهنا صفحه الاعدادات، اول صفحه اللي هي خاصه بالجنرال. هنا اوتبوت فايل فولدر، ده انت بتحدد فيه الفولدر اللي انت هتخزن فيه الفيديو او هتسجل فيه الفيديو، يعني بعد ما تضغط ستوب لتسجيل الفيديو الفيديو ده هيتسجل فين. فانت هنا بتحدد مكان التسجيل، لو نسيته في اي وقت هتضغط على الايقونه بتاعت الفولدر هيفتح لك الفولدر اللي تسجل فيه الفيديو. باندي كام ويندو اولويز اون توب، اللي هي شاشه الباندي كام دايما تكون على او على اللي هي النافذه الرئيسيه، يعني هي اللي ظاهره قبل اي حاجه تانية على سطح المكتب او على الشاشه عامه. ران باندي كام ان ويندوز ستارت اب، ان هو يشغل باندي كام عند بدايه تحميل الويندوز، وده ممتاز بالنسبه للناس اللي تستخدم برنامج الباندي كام علشان تسجل صورة من الكاميرا او تستخدم كاميرا المراقبة او كاميرا الويب كام ككاميرا مراقبة. هنا اوتو ستارت ريكوردنج، ستارت فول سكرين ريكوردنج اون باندي كام ستارت اب، ان هو اول ما تشغل البرنامج يفتح معاك اعدادات الفول سكرين، ان هو يسجل شاشة كاملة او بحجم الشاشة بالكامل. سيت تايمر فور اوتو ستارت ريكوردنج، انك تظبط تايمر او توقيت ان هو يبدأ فيه التسجيل. نيجي هنا لاعدادات الفيديو، بتختار الهوت كي الخاص بالريكورد والستوب، انا مختاره هنا اف 10، يعني اضغط على اف 10 يوقف التسجيل، اف 10 يبدا يسجل. الباوس كي او ايقاف المؤقت، ان انا لو ضغطت اف 12 دلوقتي هيوقف التسجيل بشكل مؤقت، ولو ضغطت على اف 12 تاني هيكمل التسجيل. شو ماوس كيرسر، ان هو يعرض الماوس حركه الماوس وانت شغال، وده بيساعد مع الشروحات، انك يعني الماوس بيكون حجمه صغير، فلما تعمل شرح وحركة الماوس تكون ظاهرة، ده بيساعد المتلقي او الشخص اللي بيتفرج على الفيديو ان هو يركز اكتر في الفيديو.
اد ماوس كليك افكتس، ان هو يضيف تاثيرات الماوس اللي هو الشكل اللي انتم ممكن هتشوفوه دلوقتي، اللي هو حركه الماوس بتتحرك بيظهر عباره عن دايره كده بتبين لك الكليكات بتاع الماوس. اد ويب كام اوفرلاي، وده اللي انا بتكلم فيه، ان في ناس ممكن بتستخدم الخاصيه دي علشان تسجل او تستخدم الويب كام ككاميرا مراقبه. طبعا انا عامل لها هنا ديسيبل. هنا بتحدد الفورمات اللي هو شكل الفيديو او صيغه الفيديو. في حد قبل كده كان سأل سؤال في الشانل او القناه وبيقول ان هو بيرفع الفيديوهات على اليوتيوب فيها مشاكل في العرض او الصوت بيكون سابق الصوره. هنا انت بتحددها عن طريق الفورمات او الامتداد بتاع الملف. عامه انا اغلب شغلي ام بي 4، يعني بيكون مساحته بسيطه او مش كبيره وفي نفس الوقت جوده التصوير كويسه. بتحدد هنا الفورمات بتاع الفيديو والفورمات بتاع الاوديو. نيجي الايمج، انك لو عايز تعمل كابشر للصوره، يعني لو انا عايز اعمل كابشر او اخد برنت سكرين دلوقتي من الصوره وانا بسجل، هضغط على اف 11 ياخد كابشر للصوره. ده الهوت كي، ريبيت سكرين كابشر كل 10 دقائق، اسف 10 ثواني. انت بتحدد تايمر كل فتره زمنيه معينه ياخد برنت للصوره او برنت سكرين. دي انت ممكن تستخدمها، او في ناس بتستخدم الطريقه دي ان هم يراقبوا من الاطفال في استخدام الكمبيوتر، ان هو بيخلي برنامج يفتح او يشتغل مع بدايه التحميل على طول، وكل فتره كل دقيقه مثلا ياخد برنت سكرين، فانا ابقى عارف الاطفال بتشتغل على ايه او بتفتح برامج ايه. هنا شو ماوس كيرسر، ان هو يظهر لك الماوس كيرسر في الكابشر بتاع سكرين، يظهر لك شكل الماوس لما تيجي تاخد برنت سكرين او كابشر للشاشه. وانيبل شاتر ساوند، ان هو لما يجي يعمل برنت سكرين يظهر لك ساوند او صوت. هنا طبعا بتحدد الفورمات او الصيغه بتاعت الصوره. في عندنا الامتداد هنا اللي هو الجي بي جي، ده بيكون طبعا امتداد الصور في البي ام بي، البي ان جي، الجي بي جي نورمال، الجي بي جي هاي كواليتي. البي ام بي اللي هي او البيت ماب، دي صوره بتكون مساحتها كبيره، بتاخد مساحه كبيره، انا ما بفضلش استخدامها باي حال من الاحوال. البي ان جي ديت لو انت هتستخدمها كلير او طبقه بتكون شفافه. الجي بي جي نورمال ده بيكون صوره جي بي جي ولكن مضغوطه. هاي كواليتي اللي هي الجي بي جي ولكن جوده صوره عاليه. هنا الاوتبوت، ده بيحدد لك الاوتبوت الخاص بالفيديو والصور، ده اللوكيشن اهوت المكان، وده الفيديوهات اللي اتسجلت والاوتبوت بتاعها. ده الفيديو اللي بتسجل دلوقتي مساحته 197 كيلو سورت باي ديت 54. هو انا ده اخر فيديو اتعمل له اوتبوت كان 197 كيلو، الفيديو اللي قبله كان 54 ميجا بايت. هنا الايمج الصوره والمساحه بتاعتها واللوكيشن بتاعها. اخر حاجه اللي هي اباوت، ده بيديك معلومات عن البرنامج. بس هو ده كان موضوع النهارده باختصار. اتمنى يا رب اكون قدرت اشارك معاكم معلومه حد يستفيد منها وتكون بدايه للناس في مجال شغل اليوتيوب او انتاج المحتوى. الفيديو لو عجبك لايك الفيديو وسبسكرايب للقناه، شير لو حسيت ان حد ممكن يستفيد معلومه. معادنا ان شاء الله في الفيديو الجاي، ولا اله الا الله.